عليكم اليوم نهضروا على اوبل موكا موديل ديال 2022 اخر موديل عند اوبل واللي صراحه واعر بزاف من ناحيه ديال الديزاين وباينه هذا الموديل هذا كينافس بالديزاين حيت هو النقطه ديال القوه اللي نقدروا نقولوا ركزت عليها اوبل في هذا الموديل هذا. واحد الحاجه كنلاحظوا باللي هذا الموديل متشبع من بي اس ا يعني متشبع من موديلات ديال بيجو. انتم عارفين ان اوبل تابع بي اس ا دونك كنلاحظوا في كونسيبسيون ديالها يعني اتجهت الاتجاه ديال فرانسيس من ناحيه ديال الديزاين حيت الديزاين اللي لاحظتوا بيجو 208 ولا موديل ديال بيجو كاملين كيهتموا بالديزاين دائما كتكون هي النقطه اللي لاعبين عليها. دونك اوبل شبرت الاتجاه ديال بيجو نيت حيت هي الشركه الام ديالها. بعدا هذا الموديل هذا راه خرج باش ينافس التيروك ديال فولكسفاجن يعني في المغرب وفي العالم كامل. دونك بداو نهضروا على فينيسيون اللي معنا اليوم. هاد فينيسيون اسمها جي اس لاين يعني اللي قبل العمره كتكون اسمها جي اس لاين بلس. كيما كتلاحظوا لي فاغيغ اون ليد لوغو في كحل كتبه في كحل توب. وبالنسبه لي فاغ افون حتى هما كيجيو ايكو ليد ديال اوبل وكيجي فيهم سينيال يعني حتى هو اون ليد. ولي فو دو جور كيجيو في موطع السينيال يعني انفو كطفي السينيال كيشعلوا ديك لي فو دو جور. بالنسبه للديزاين واحد الحاجه بعدا كتميز بها اوبل موكا هي ان الديزاين كلشي متفق عليه انه واحد موديل واعر. وبالنسبه لي ريترو غابطابل الكتريكمون يعني يكون هاني من هذه القضيه هذه ميلون تريد جام كيكون مانيولمون. بالنسبه للليجوند هذه كيجيو فيها ليجوند ديال 17 بوص جي اس لاين بلس كيجيو ديال 18 ولون تريد جام كيجيو ديال 16. كما قلت لكم نتوما كتشوفوا الديزاين لوغو ديال اوبل في كحل مع اصلا طومير جات في بياض وموكا حتى هي في كحل بودي شابمون يعني ماشي فيك دابا بصح. واحد الحاجه اللي عجبتني هو واحد الاسم عند هاد اوبل موكا ديك اللون اولا ديك الكولور اللي عندها في السطح اسمه بيرلا نيرا. شوف غير الاسم اصاحبي بيرلا نيرا بدعوا في الـ في الـ في الكونسيبسيون في الديزاين وفي الاسماء اصاحبي توب. طب بعد هاد الموديل انا متاكد يعمل بوم لا في المغرب لا في الجزائر لا في تونس صراحه حيت فيه بزاف ديال الحاجه وبيا ايكيبي اصاحبي يعني لي زيرباك حنا نهضروا عليهم جاو في لاتيرو في بزاف اصاحبي. باش يعجبني انا هاد الموكا هي كتجبر لون تري دغام كتجبر فيها مثلا لي زيرباك فرونتون في قدام وكاين في الريدو وفي لاتيرو اللي في الجناب سيغ سياج افون يعني في قدام. وهادشي اللي قلت لكم كاين في لون تري دغام يعني الفينيسيون الاولى وعاد الثانيه والثالثه اصلا كاين ثلاثه. بالنسبه للانتيريور هاد لا بارتي فوقي بلاستيك هنايا فحال كربون فايبر عندنا هنايا كوير والخياطه في بيض مزيان لي ماتيريو مخلطين بواني بيان سولي كرومي لي فيتر الكتريك اربعه بهم تقدر تحكم في المرايات وواحد بيتي رونجمون هنايا اي واحد الرونجمون تحت ديال قرعه الماء مزيانه. هنايا كاين متاع ديال ليكليراج وتقدر تعمل اوتو بيس كلشي يعني في موطو كاين حتى شي مشكل اي حاجه كتبغي توصل لها قدامك. الانتيريو ديزاين تشبع بالكولوريس وجا ولا لاحظتوا فورما ديال الديزاين ديال طابلو دو بور كتشبه شويه نقول 8 مزيانه هاد القضيه هادي. المهم صراحه انا عاوتاني هاد لابارتي كربون فايبر بحال كربون فايبر ماشي كربون فايبر وديك كولور فليتشيني توب دو طب صراحه يعني انتيريو ديزاين مزيون عرفوا يتقنع كيما كتشوفوا يعني ديزاين نقي صراحه بيس. اوكي فولون كيجي كوير الخياطه كتجي في البياض كاين واحد لا بارتي كرومي او بيان نقدروا نقولوا ديال الالومنيوم لوغو ديال اوبل طبعا مولتي فونكسيون ليميتور ريغولاتور دو فيتيس كلشي توسكتي في كاين هنايا ليكرون ديال 12 بوص كتجي واحد لابارتي د كليما هنايا هاهي تحت صراحة بلاك بيانو كليما كتجي اوتوماتيك حيت هادي فيرسيون ديال جي اس لاين كاين جي اس لاين بلوس تا هي اوتوماتيك ولون تخي دكام كتجي مانيول اسمها اديسيون. المهم في التوتال كاين ثلاثه ديال لي فينيسيون واحد الاولانيه اديسيون الثانيه جي اس لاين الثالثه جي اس لاين بلس وهادي جي اس لاين يعني في الوسط. لا بواط فيتيس جات واعره حيت واحد ديزاين بحال اللي نقول لك جديد كما كتلاحظوا جات بلاك بيانو واحد الكروماج وواحد لي سوفت ماتيريو في الجناب
صراحه عجبتني انا هاد لابواط فيتيس فخانه مع الكتريك طبعا. المهم المشاريين عندها في قدام كتهز وكتدخل في عاود بريميرا باش كتعمل مشاريين. لا كودوار حتى هي جات ديال الكوير وجات فيها واحد بيس رونجمون وجات فيها واحد موفمون ترانسلاسيون تقدر تزيدها قدام واعره القضيه هذه. كاين واحد الرونجمون هنايا كيكون شارج بار انديكسيون الا كانت فينيسيون جي اس لاين بلس، مي هذه كيكون ما كاينش فيها شارج بار انديكسيون يعني وايرلس تشارجن. سي با غراف. واحد الحاجه واعره، كاين واحد لوبسيون في هاد الموكا اللي اسمها اونتي سومنولانس، ديال الا كنتي ناعس هي كتفيق كتحس بك باللي يعني فيك النعاس. واللي كيعجبك في هاد لوبسيون هادي هي انها كتبدا من لونطري دو غام. راه موكا من لونطري دو غام اصلا كتجي عامره، باش نتفاهموا على هادي. هاد القضيه تعجب بنات حيت عاملين لهم الضوء والكليراج. لي سياج واعرين، لي سياج توب صراحة يعني كي سيبورتيو، وانا عجبوني مي جلست فيهم يعني مسيبورتيو لا من الجنب لا حتى من الرجلين. بصراحة يعني طومبر اللي عجبك فيها يعني بيان ايكيب، هادشي اللي كيعجبني انا. كما كتشوفوا يعني لاغيير ديال طومبر تيسع، كاين تيسع. انا زعما صراحة تشلط في اللور ديالها. علاش؟ على حساب كسبان صغيرة مي مزيانة. لا كاليتي يعني البلاستيك هادي واحد الحاجة نورمال، راه التيروك اللي غالية عليها كاملة بلاستيك، وهذه راه كتبان لي فيها دي سورس ماتيريو على التيروك. المهم بالنسبه للكاس هذه كيجيو اونتر، المهم واحد ميلونج اونتر الكوير او لا او بيان سيمي ليكوير مع تيسي تاب و سيمي ليكوير. رجعوا التيروك وموكا، الا جينا نقارنوا بيناتهم كنلاحظوا انهم قرابين بعضيتهم لا من ناحيه ديال لي ماتيريو، واخا قلت لكم انا مايل لموكا من ناحيه ديال لي ماتيريو على حساب التيروك كامله بلاستيك. وواحد الحاجه اخرى لي زوب الموكا فيها بزاف ديال ليكيبمون لي زيكيبمون بواحد الثمن ريزونابل. التيروك فيها طبعا لي زوب لي زيكيبمون حتى هي، ولكن الثمن اكزاجيري. هذا هو الفرق اللي نقدر نقول لك بيناتهم. اما بجوج بهم من ناحيه ديال الكونسيبسيون واعرين، من ناحيه ديال لي زيكيبمون واعرين، مي كتبان لي انا الصفقه اللي معقوله الاوبل معقوله هذه ما نزيدو نذكروا عليها. دونك هادشي اللي كاين على الاوبل موكا. لا باقي كاين، اجي نشرح لكم انظمه الامان ديال الموكا بعدا باش تعرف شنو كاين الا كنتي عاد تشريها باش تفهم بعدا. دونك دابا نهضروا على انظمه الامان اللي كاينين في اوبل موكا. اسمع معايا الله يرحم يمك، هاد الانظمه راه كاينين ابتداء من لونطري دو غام، يعني اول اوبل موكا او لا ارخص اوبل موكا عاد تدخل عليها تينا في هادشي اللي غنقول لك. اول حاجه هو الاو اس بي. هاد الاو اس بي ما كيخليش الطوموبيل تسلق. بار اكزومبل على سبيل المثال سينا دخلتي في شي فيراج وزلقت بك الطوموبيل، الاو اس بي كيتدخل وما كيخليش الطوموبيل تسلق. صافي عقل عليها الله يرحم يمك. كنهضر مع الناس اللي ما كتفهمش، اللي كتفهم راه صافي نقولوا الاو اس بي راه فهمها. كاين الاي بي اس اللي هو سيستيم دو فريناج اللي كيخلي الروايد ميتي بلوكا، وشي واخا تفراني سك كما بغيتي يعني تكون ماشي وفرانيتي سك ما كيخليش الروايد يتبلوكا كيفراني بلا ما تزلق الطوموبيل. كاين واحد النظام اخر اللي هو اس اس ا اللي هو اد ديماراجون كود، الا كنتي في العقبه الطوموبيل ما كترجعش للوري واخا تكون ما تاكيش لا فران. وكاين اليرت سوكون فلاش لي بنوماتيك، يعني الروايد الا تنفسو كتقول لك الرويده في الفلانيه تنفس. بغيت نفكركم باللي الفيديو ديال الايفا 2022 عينزل غير هاد اليومين هادي راه واجد. اوكي ونسيت ما قلت لكم شي على حساب لي زونتري دي، راه بصح كاينين في الموكا حيت شفت لا سورتي قدام الروايد. المهم او لي زونتي خويا راهو هنايا. وكاين واحد السيستيم اخر اللي هو الاو بي دي اللي كيفرق الفريناج على الروايد، على كل رويده كيعطيها حق. كاين رويده كخصها اكثر من اخرى باش حيتاش بعض المرات كتكون داير في الفيراج وفرانيتي، هو كيفرق الفريناج على حساب الروايد باش ما تزلقش طوموبيل. اوكي صراحه اوبل موكا كتبان لي واحد الطوموبيل لي سمارت، وكتبان يعني الطوموبيل ديال 2022 مستقبليه كتبان في الديزاين ديالها. وتاف لي زيكيبمون يعني كتبان صراحه ما ناقصها حتى شي حاجه. كاميرا دو ريكول بانوراميك 180 دوغري، عندك مثلا كلي اوبل مان ليبر، هذا كيكون في فيرسون جي اس لاين بلس عامره كديماغي يعني بلا كلي. كاين لي باليتو فولون مي كاين في فيرسون هذه كتكون اوتوماتيك. عندك كابتور دونغل مور وانديكاتور دو ديستانس، هذيك مي هاد لوبسيون الاخرى اللي قلت كاينه في جي اس لاين وجي اس لاين بلس، مي لونطري دو غام ما فيهاش هاد القضيه هذه اللي قلت لكم ديال الدونغل مور والانديكاتور دو ديستانس. لي مود كاين عاوتاني في جي اس لاين وجي اس لاين بلس، لونطري دو غام لا، يعني دي تخوك لي بساطين ماشي بساطين، ولكن المهم يعني حتى الا ما كانوش ماشي مشكل، ماشي ايسونسيال ولا ضروريين فهمتيني. المهم لا لونطري دو غام فيها كاميرا بدا يرتاح. واحد الحاجه ان ليكرون تاكتيل اللي كتكون في لونطري دو غام كتكون 7 بوص، فيها بلوتوث فيها راديو، 4 ديال لي زو بارلور في الطوموبيل.
مي فينيسيون ديال جي اس لاين وجي اس لاين بلس كتجي فيها ليكرون تاكسيل ديال 12 بوص كيجي فيها كولور اتش دي 10 وكيجي فيها اش كيعيطوا له ابل كار بلاي واندرويد اوتو وعاد 6 ديال لي زو بارلور دونك كاين واحد الفرق هنايا وليميير دومبيونس كيجيو في جي اس لاين وجي اس لاين بلس مي لونتري دو جام لي اسمها امبيسيون ما كيجيش فيها ليميير دومبيونس دونك واحد الحاجه ماشي ضروريه كيما قلت لكم لونتري دو جام كيجيو فيها دي تروك اللي تقدروا ما تخلاو عليهم هانيه مهم حاولت نوصلكم يعني ماكسيموم ديال المعلومات على موكا بقاتنا حاجه واحده اللي هي الثمن واحد الثمن غير زونا بالبال لي انا دونك هادي جي اس لاين كتعمل 25 مليون و800 يعني جي اس لاين يعني الفول تقريبا الفول ما بين ما كاينش شي فرق ما بين جي اس لاين وجي اس لاين بلس ما كاينش شي فرق كبير دونك نقدروا نقولوا عليها الفول يعني ب 25 مليون و800 ريزونابل مي واحد الحاجه راه لي بري كيقدروا يتبدلوا كيكونوا دي بروموسيون كيكونوا كدا يعني ما تبازاوش بالضبط على الثمن هذا حيت انا قلت لك كيقدروا يتبدلوا قدر تنقص قدر تزيد المهم دونك صافي هادشي اللي كاين دابا نقدر نقول لك السلام عليكم.